وجودنا يمكن النهارده في شارع الصحه في منطقه العالمين ده طبعا بياتي كتلبيه لجهود او كدعم لجهود وزاره الصحه والسكان في التواجد دايما في الاماكن اللي فيها المواطنين. احنا منطقه العالمين بتشهد تردد يمكن مئات الالاف من المواطنين خلال فتره الصيف، فوجود وزاره الصحه والسكان بالتعاون طبعا مع الشركه المتحده شيء مهم من خلال تقديم العديد من الخدمات، بدايه من خدمات المبادرات الرئاسيه الثابته زي الكشف المبكر عن الامراض المزمنه والاعتلال الكلوي، مرورا بالفحص المبكر على الاورام، وكمان الخدمات اللي بتقدم لصحه المراه. علاوه على ذلك طبعا في خدمات اضافيه بتتقدم من خلال القوافل العلاجيه سواء الثابته اللي موجوده في المنطقه هنا اللي بتقدم خدمات الكشف الاكلينيكي وصرف العلاج للمحتاجين، اضافه الى الخدمات المنزليه اللي بتقدم بناء على الطلب تحرك القوافل لبعض الاماكن او لبعض المرضى اللي ممكن تقدموا الخدمات دي في البيوت في منطقه العالمين خلال فتره التواجد الثلاث شهور الجايين دول. احنا شغالين في المبادره دي يعني من السنه اللي فاتت من 100 يوم صحه، هي بتقدم يعني يعتبر كل الخدمات دي تعتبر مجانيه، احنا بنسميها حتى اكتشاف مبكر، انه احنا بنلحق البيشنت من قبل ما يحصل دروب عنده في الحاجه دي، فاحنا بنلحقه يعني وانس ان هو مثلا طلع ان احنا بصدفه بنقيس الراندوم بتاعه فاحنا لقينا ان هو سكره عالي، لقينا ضغط عالي، فاحنا بنوجهه بقى للدكتور اللي هو يتابع معاه. المبادره دي بتتكلم عن كلها عن الاكتشاف المبكر للاورام، لاورام السرطان، اورام البروستاتا، اورام عنق الرحم، اورام الرئه، اورام القولون، واللي هو برنامج الاقلاع عن التدخين. احنا بيدخل معانا المريض، في معانا بندخل رقم القومي واسمه على السيستم، معانا بيظهر لنا أسئلة. أنا كل تعاملي في المبادرة دي مع المريض هي عبارة عن أسئلة.